السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة طبخ ليلى. وصفتنا ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون عبارة عن بيني بالتفاح، كيجي لذيذ بزاف وكيجي المنظر ديالو زوين. كنتمنى انكم تجربوه وينال اعجابكم. ما تنسوش تشاركوا في القناة وكذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد، ونخليكم مع الوصفة. نبداو على بركة الله. المكونات اللي غادي نحتاجو في هذه الوصفة، غادي نحتاجو 500 غرام ديال الدقيق، عبصة ديال الملحة، معلقة كبيرة ديال خميرة الخبز أو خميرة فورية، جوج بيضات، جوج معلقة كبار ديال الزبدة بحرارة المطبخ، جوج معلقة كبار ديال السكر سنيدة أو فاني. عندي كذلك كاس الماء دافي، يعني ما على حسب العجينة، يعني ماشي كاس، ممكن يكون أكثر ممكن يكون أقل. عندي ثلاثة ديال التفاحات اللي غادي نقشرهم ونقطعهم شرائح. صافي، هادو هما المكونات اللي غنحتاج. ندوزو للطريقة ديال التحضير. اول حاجه غادي نبدا بها، غادي ناخذ الخميره نضيف لها شويه ديال السكر سنيده والماء دافي، ونخليهم واحد خمسة ديال الدقائق. غادي نبداو على بركه الله. غادي ناخذ الاناء اللي غادي نعجن فيه، ممكن تعجنوها غير بايديكم. غادي ناخذ الدقائق هو اول حاجه، نص كيلو، غادي نضيف ليه سكر فاني، ممكن تستعملوا كذلك قشور ديال الليمون او الحامض. كنضيف السنيده، جوج معالق كبار، حيدنا منهم شويه درتو مع الخميره الفوريه. غادي ناخذ قبيصه ديال الملحه، غادي نهرس جوج بيضات، كنضيف الخليط ديال الخميره الفوريه والسكر سنيده والماء دافي، غادي ندير العجينه ديال التعجين. كنبدا نضيف الماء دافي بشويه بشويه، كنخليو العجينه ديالنا قاصحه شويه، وغادي نضيف ليها جوج معالق كبار ديال الزبده بحراره المطبخ. كنعاود نعجنهم. صافي، العجينه ديالي تعجنات مزيان، كنخليوها مرخوفه كيف كتشوفوا. غادي نحيدها. الا كان عندكم الوقت ممكن تخليوها في هذه المرحله ترتاح، ما عندكمش الوقت كتسرحوها ديريكت، ما كتكونش صعيبه في التسريح. دابا من بعد ما خليت العجينه ديالي حتى ارتاحت، كيف سبق لي ذكرت ممكن تخليوها ترتاح، ممكن تعجنوها في نفس الوقت، حيت اصلا غادي نخليها تخمر مره اخرى. غادي نرش شويه ديال الدقيق، وغادي نحط العجينه ديالي. كيف غادي تشوفوا معايا، غادي نجمعها. كنرش شويه ديال الدقيق مره، حيت كيف شفتوا معايا خليتها جاريه ما قصحتهاش العجينه. صافو، غادي نسرحها بالمدلك، نحاول انني نسرحها بشكل مستطيلي او طولي. غادي نسرحها، ما غاديش نخليها غليظه بزاف وما نرقعهاش بزاف. صافي، كيف كتشوفوا معايا هذا هو السمك ديالها. غادي نخليها هكا، وغادي نمشي نحضر التفاح ديالي نقطعو. دابا غادي ناخذ التفاح وغادي نقطعو شرائح بحال هكا.
يكون رائع شويه ما يكونش غليظ. كيف كتشوفوا معايا بهذه الطريقه ما كنوصلش التفاح حتى للجناب، الجناب كنخليهم خاوين. هنا قطعت غير جوج تفاحات حتى نتاكد انهم غادي يكفيوني، الا ما كفاونيش كنزيد ثالثه. صافي دابا كملت الصف ديال التفاح. بالنسبه للتفاح زدت الثالثه وغادي نروليه بهذه الطريقه. بسم الله كنخليها مرخوفه ما كنزيرش. شوفوا معايا بحال هكا كتكون. غادي نقرصها من هاد الجناب اللي محلولين منهم، غادي ندورها لكم بحال هكا. باش تلصق خاصنا نقرصوها مزيان. صافي وغادي نرشعها نقلها هكا شويه. هنا كيف كتشوفوا معايا جبت زيف سرحته ورشيت عليه شويه ديال الدقيق باش نحط فيه البيني ديالنا. غادي ناخذ موس يكون ماضي باش ما تلصقش ليا هاد الشاك، تلصق شويه. وغادي نقطع بحال هكا. الاحسن الموس يكون ماضي مزيان. غادي نحطهم في الزيف، ضروري ترشوه بالدقيق. غادي نكمل بنفس العمليه نقطع هذا البيني كامل، وغادي نخليه حتى كيرتاح كيخمر كيضاعف الحجم ديالو، ومن بعد ندوزو نقليوه. غادي نرش عليهم مره اخرى شويه ديال الدقيق من الفوق باش فاش نغطيهم ما يلصقش لينا الزيف عليهم. غير شويه ما غاديش نكثروا، هاد التفاح كيطلع الماء ولا غادي يخليه يلصق لينا. صافي دابا انا غطيته، غادي نخليه حتى كيضاعف الحجم ديالو وندير الزيت كيسخن باش نقليهم. صافي البيني ديالنا هما خمروا كيف كتشوفوا معايا، الزيت درتو تيسخن. صافي الزيت ديالنا ها هو سخن كيف كتشوفوا معايا. غادي ناخذ البيني ديالنا بسم الله وكنحطوا النار تكون متوسطه. غادي نقص من العافيه شويه باش يطيبوا على خاطرهم. ما نكثرش في المعلة باش نلقاو كيفاش نقلبوهم. غادي نزيد شي حديده. صافي كيجيو خفاف هاد البينيو، كيجيو لذاذ بزاف وما كيجيوش شاربين الزيت.
الا بغيتو تدخلو من الفران ممكن، حتى الفران ممكن، ولكن في الزيت كيجيو احسن. صافي هادي غادي نحيدها، وغادي نديرها فشي شبكة تصفى من الزيت أولا في الورقة ديال المطبخ. كنخليهم حتى كيتحمرو مزيان، غادي نكمل بنفس العملية البيني كله اللي عندي، غادي نقليه ونديرو كيتصفى، ومن بعد نرجع نوريكم الشكل النهائي. هادو هما البيني ديالنا من بعد ما طابو، غادي ناخد شوية ديال السكر وغادي نرشو من الفوق. كنتمنى وصفتنا ديال اليوم تنال اعجابكم وتجربوها، ما تنسوش تشاركوا في القناه وكذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده.